إذن إن نظير اليورانيوم 238 يشكل عائلة الإشعاعية التي تؤدي إلى نظير الرصاص المستقر. هناك نورمالمون هذاك هي بي بي ماشي إيه. مع ملاحظات عدة تفككات متتالية بالإشعاعين ألفا يمكن كتابة معادلة التفكك كما يلي. أعطاني معادلة التفكك، هذا تفاعل طبيعي، علاش اليورانيوم تفكك لعدة تفككات باش أعطاني البلومب 206 صحيح؟ نرمز لأنوية اليورانيوم في لحظة تي تساوي صفر أن صفر إي وفي اللحظة تي أن إي تي على الترتيب، وبفرض أن العينة لا تحتوي في البداية سوى على أنوية اليورانيوم. نعم تمرين جديد هذا. أكمل معادلة التفاعل السابق معطيا قيمة كل من X و Y. إذا أجمع عادوك إحنا سيبون ما بقاش نقول لكم دائما راح نكتبو، أنتم سيبون هذيك فهمتوها باش ما نضيعوش الوقت مباشرة. هذا ألفا وش هو؟ هيليوم. جزئين من الهيليوم 4 2. إذا راح نكتبها هنا X 4 2 هيليوم زائد بيتا ما وش هو؟ عبارة عن إلكترون. إلكترون. يعني 0 - 1 زائد عندي البلوم وعندي هنا اليورانيوم 238 تينوسي. هنا كيفاش نحسبو؟ دائما قلنا انحفاض العدد الكتلي، يعني 238 واش تساوي لي؟ تساوي لي هذا في هذا، يعني X 4X زائد هذا في هذا، ما تنساوش لان هنا ايغريك عباره عن عدد الالكترونات، هنا عدد جسيم الهيليوم لنواه الهيليوم، كما هنا في الحاله ايغريك في صفر معليش نكتبوها باش تفهموا، زائد شحال 206. اذا كنتيجه نهائيه هنا شحال راح تعطيني؟ اكس اكس تساوي 238 ناقص 206 مقسومه على 4. ممكن تعطيوني النتيجة 32 على 4 يعني 8 صحيح؟ فما هذه؟ ايه. الآن ننتقل إلى حساب ولا إلى انحفاض العدد الشحاني. عندي هنا 92 واش تساوي لي؟ كذلك نضربه في إكس، يعني إكس في 2 2 إكس 2 إكس بعد إجراك في ناقص 1 ناقص إجراك زائد 2 و8. هذه 2 و8 مع 2 و9 تعطيني 10. الإكس لقيناها 8 يعني 2 في 8 حال 16. 16 هاي عندي 16 10 ناقص إجراك 16 راح تبقى لي هنا 0 هنا 6. إذا مباشرة إجراك تساوي 6. طيب فهمنا جماعة هاد ال نزيدو نكملو؟ ايه كمل استاذ. بعد واش قال لي؟ اكتب قانون التنقص الاشعاعي. قانون التنقص الاشعاعي باطل ياك، حنا دائما قانون التنقص الاشعاعي شكون غادي ياثر؟ نعم تفضلي اللي يبغي يهضر. لا نعم استاذ ماشي نعوضو قيمه اكس واكراك في المعادله؟ لا هي ها شوفوا يا جماعه شفتوا الفكره اللي درناها من قبل، لازم كامل تعاودوا لها. انا مانيش باغي نعاود نكتب كامل فهمتوني، لان الاجابه باش دير اجابه نموذجيه تكتب بانحفاظ بتطبيق قانون ميسودي انحفاض العدد الكتلي وانحفاظ العدد الشحاني وتحسبوا كامل، وفي الاخير تعوضوا جماعه المايك، وفي الاخير تعوضوا في المعادله. انا يا حبيت نربح الوقت قلت لكم انا حبيت نربح الوقت عليها حسبتي ايغريك واكس صاي فهمتيني. إذا من بعد قال لي اكتب قانون التناقص الإشعاعي باطل، حبيت نشرح لكم باللي قانون التناقص الإشعاعي راح يمس هذه اللي تكون هنايا اللي بحال نتاعنا اللي هو اليورانيوم. إذا أن تاع اليورانيوم هو سماها لي أن أو تي، واش تساوي عدد الأنوية الإبتدائية تاع اليورانيوم أسيت ناقص لامدا تي صحيح؟ بعد واش قال لي؟ أستاذ هنا ما نبرهنوش عليه؟ علاه تبرهني عليه؟ مرات يقولنا ماشي نكتبوا برك قانون التناقص الإشعاعي، نكتبوا له العلاقة ثم نمدوا له البرهان. وتعرفت انت يا تعرفي هذيك كيقول لك برهان فهمتوني؟ ولا يقول لك كيقول لك اثبت نعطيو له البرهان، كيقول اكتب كيسقسيكم على التناقص الإشعاعي
يعني راه يحكي لكم على عدد الأنوية. أما كي يقول لكم تاع أ تاع النشاط الإشعاعي تما اللي تبينوه، هذا أن إيه راه ماراش مبرمج عليكم باش تبينوه، لأن مازال عندكم مستوى تاعكم ما يسمحش. فهمتوني؟ صحيح؟ ولكن أ لما يقول لك أكتب، صح هو قال لك أصلاً قال لك أكتب يعني بلا ما صحيح؟ أما فيما يخص النشاط الإشعاعي ممكن تبديوها أ تساوي ناقص دي أن، جمع المايك، أ تساوي ناقص دي أن على دي تي، صحيح؟ الآن نعودوها بقانون التناقص الإشعاعي اللي راني حافظه هذا، ومن بعد ألافان نلقى بلي أ تي أ زيرو أسيت ناقص لونداتي، هذه هنا صح نقول ونقد نبرهنها، بصح هذا ما تقدروش، صحيح؟ المعادلة التفاضلية. هي راني عارف راني عارف امسح، خلينا نكملون بعد. زيد جيم واش قال لي؟ اصلا نفسه قال لك اكتب ما قالكش برهن. جيم اثبت ان الزمن الذي يكون فيه عدد الانويه المتبقيه ان اي يساوي ان صفر اي على 16 هو تي اندم. يعني هو واش قال لي؟ قال لي بين انه من اجل هذه القيمه لازم تي يكون يساوي 4 تي اندم. الان كيفاش راح ندير؟ ايه ما هاد البرهان يا جماعه باش ما نقعدوش ندورو فيه، هاد البرهان ما راش ماشي مبرمج عليكم، اي عرفوه هذا حفظوه السلام. قانون التناقص الاشعاعي يحفظ، البرهان تاع هذيك حاجه اخرى اللي بغيت تعرفها ماشي شرط عليك. ا تاع الا صحا. اذا انا واش راح ندير؟ ان هذه ان اي تي نعوضها، هو واش قال لي؟ ان اي واش تساوي ان صفر لي على 16 واش تساوي ان صفر اي اسيت ناقص لندا تي. انا لازم هاد تي هذا نلقاه باللي 4 تي ان دومي. اول حاجه نختازل باش تجي سهله، 1 على 16 تساوي ناقص لندا تي. الان باش نتخلصوا من الاسيه ندخلوا الالان، راح الالان تمشي مع الاسيه وتبقى لي ناقص لندا تي، وهنا الان 1 على 16 نقلبها 12 على 1 بالناقص. نعم هاي هكا هاي مش السؤال ويلي. اذا من بعد واش راح ندير؟ جبد الدي هذيك اللندا هذه صح، نتخلص مع الناقص منا ومنا، من بعد نعوض لندا الان 16. لندا واش هي؟ هي الان 2 على تي ان دومي في تي. من بعد واش ندير؟ هذيك 16 هذيك راه مديرونجيتني، راح نكتبها من الشكل 2 اس حاجه، 16 هي 2 اس 4 صحيح. الان 2 على تي ان دومي في تي. من خواص الالان كي تكون هنا عندي الاس هذه نقدروا نكتبوها هنا، يعني تعطيني 4 الان 2. تفضلي. استاذ ما فهمتش على درنا قانون تاع لامدا تاع لامدا هنايا، علاش عوض لامدا؟ علاش عوض لامدا؟ لانه شوفي هنايا في السؤال قال لي تي تساوي 4 تي ان دومي، وهنايا فهاد عندي الان 16 وعندي لامدا وعندي تو عفوا عندي تي، هنايا وين هي اللي عندها علاقه بتي ان دومي؟ عندي فقط لامدا صحيح، عليها عوضتها خاطرش راني نشوف انا في العلاقه بلي كاين تي ان دومي وما نقدرش نجيبها من بلاصه اخرى الا من لامدا. صحيح نكمل خلاص. هنايا الان 2 تروح مع الان 2 و تي واش تساوي؟ تساوي 4 في تي ان دومي. ها راني برهنتها، وهذه تطبقوها معي مع اي فكره. مفهوم هذه يا جماعة؟ سؤال أخير اللي رانا نديرو فيه دركا. نعم كون يقولوا لنا عميم النتيجة من أجل تي يساوي أن تي أن دومي. نفس المبدأ نفس المبدأ نفس المبدأ. زعما مثلا وشي هنايا لازم يدير، كاين في واحد الأسئلة واش يقول لك عميم النتيجة من واش؟ من أجل أن مثلا اليورانيوم واش تساوي ان زيرو على 2 اس ان، يكتبوها لك على هذا الشكل هذا. راحوا كي راح تعودوا كي نوصلوا لهنا الان 16
راح تولي لي ألان اثنان أس أن تساوي ألان اثنان على تي أن دومي إتي. قلنا هاد الآن نهبطوها هنا كتعميم دائما تي تساوي أن تي أن دومي. علاش؟ باش توصل هاد الموصل هذا هنا، فهمتيني؟ إيه سير صاي. ويقول لك من أجل أن زيرو على اثنين أس أن، يعني خصها تكون من مضاعفة اثنان، مش مضاعفة أسية أو من مضاعفة اثنان، لأنه مش مشكل. نزيدو نكملو. شكون اللي ما فهمش؟ واحد قال لي ما فهمش. أسس ما دائما نكتبوها من الشكل أن أس كذا في حالة التعميم. في حالة التعميم لا مو. في حالة كي يقول لك أثبت. خلينا نعاودو للطفلة وزيدي سقسيني لأنني ما فهمتكش. زعما في حالة عامة راح ندير هادوكا، راح نعاودها في الحالة العامة باش تفهم. هي يقول لك شو في الحالة العامة؟ واش راح يقول لك؟ يقول لك بين أنه من أجل أن تساوي أن زيرو على اثنين أس أن لدينا تي تساوي أن تي أن دومي. هذه بصفة عامة. واش راح ندير؟ هذه أن إي في لحظة تي نعوضها بهذه اللي هي أن زيرو على اثنين أس أن. واش راح تساوي لي؟ تساوي لي أن زيرو في أسية ناقص لوندا تي. من بعد راح نختزل هذه مع هذه. واش تبقى لي؟ تبقى لي واحد على اثنين أس أن. واش تساوي لي؟ أسية ناقص لوندا تي. دائما نتخلص من الأسية بالآلان. هنايا بما أن عندي واحد على راح نعكسها، غادي تولي لي ناقص آلان اثنين أس أن. واش تساوي لي؟ تختزل هذه مع هذه تبقى لي ناقص لوندا تي. أنا من ذاك نحتاج تي أن دومي في هاد الثلاثة، بعد أن نتخلصوا من هاد الناقص في هاد الثلاثة هادو سوى اللوندا اللي عندها علاقة مع تي أن دومي اللي هي آلان اثنين على تي أن دومي. هذه هي لوندا. منا عندي في تي ومنا من خواص الآلان واش هي؟ هاد الآن نقدر نهبطها تعطيني أن آلان اثنين. من بعد واش ندير؟ راح نختزل. تبقى لي تي واش تساوي؟ أن في تي أن دومي. في الحالة نتاعنا هنايا عندي راح نكتب جهة الملاحظات 2 أس أن تساوي 16، و 16 نقدر نكتبوها من الشكل 2 أس 4، يعني الأن تاعي تساوي 4. وهذه هي اللي طلبها لي من التمرين. ها صاي يا جماعه كامل مفهومه هذه؟ صاي مفهومه. اذا كملوا. بعد واش قال لي؟ بين صح خلينا نمشي هذه هنايا مش. بعد واش قال لي؟ شكرا استاذ العفو. بين أن عدد أنوية الرصاص المتشكلة في اللحظة T يمكن حسابها وفق العلاقة هذه. شوفوا يا جماعة هذه ما تخوفكم ما والو، دائما نبداو بقانون تناقص الإشعاع. راح نكتب هنا المعادلة وش هي؟ راح نكتبها بلا ألفا بلا بيتا. هاي ألفا زائد بيتا موان نوما وصلنا هنا 8 هنا 4 اللي يهمني أنايا البلومب صاي 206. قلنا قانون تناقص الإشاعي دائما يتبع هذه لهنا، يعني ان U هو سماه لي في التمرين U لي تي تساوي ان زيرو U في أسية ناقص لوندا تي. هذه فهمناها. من بعد واش نزيدو نشرحو؟ نشرحو هذه. هذه واش هي؟ هي عدد الأنوية المتبقية. وعدد الأنوية المتبقية واش هي؟ هي نفسها عدد الأنوية الابتدائية ناقص المتفكية. إذن عدد الأنوية المتبقية هي نفسها عدد الأنوية الابتدائية ناقص عدد الأنوية نسميها D ولا فتحة U المتفككة تساوي أن زيرو U أسية ناقص لوندا. إن شاء الله تكونوا فهمتوني في هذا الانتقال. علاش؟ لأن الأنوية الابتدائية هي الأنوية المتبقية في لحظتي زائد الأنوية المتفككة. الآن هنايا واش راح ندير؟ نخلي هو واش قال لي صبر البلومب صح. روحوا هذه هنا واش فهمنا عليها؟ هذه هي عدد الانويه المتفككه. نرجعوا للمعادله نتاعنا. ماشي اليورانيوم اللي يتفكك راح يعطيني البلومب، يعني الا تفككت لي وحده، يعني الا تفككت
نواة وحدة تاع اليورانيوم راح تعطي لي نواة وحدة تاع البلوم. إذن هذه الأنوية المتفككة هي نفسها عدد الأنوية المتشكلة تاع البلوم بيبي في لحظتي. وصلت هذه الفكرة يا جماعة؟ استاذ عاود العلاقة. بون غادي نعاودي من الأزرق ونجي هابط. شوفوا لا لا العلاقة اللي عطاها لنا في التمرين هاي وش بها العلاقة هاي؟ ما شافوهاش. هاي ان بلومب تساوي الأنوية الابتدائية تاع اليورانيوم في واحد ناقص أوسيات ناقص لمضاتي. راني حاب نوصل لها. كيفاش وصلت لها؟ قلنا نبداو بقانون التناقص الإشعاعي سي بون. الآن واش درت؟ هاد ان المتبقية عوضتها بواش؟ عوضتها بعدد الأنوية الابتدائية ناقص عدد الأنوية المتفككة. ومن بعد هاد عدد الأنوية المتفككة كيفاش شرحتها؟ شرحتها انطلاقا من المعادلة. قلت لكم باللي اليورانيوم النواة تاع اليورانيوم اللي راح تفكك راح تعطيني نواة تاع البلوم. إذن عدد الأنوية المتفككة تاع اليورانيوم هي نفسها عدد الأنوية المتشكلة تاع البلوم. وراني هاني كتبتها هنايا. الآن واش راح ندير؟ هذه كي نديوها للطرف الآخر راح تولي لي ان بي بي لي تي. واش تساوي لي؟ لازم لي هذه نديها للطرف الآخر تولي لي ان زيرو او ناقص ان زيرو او أسيت ناقص لندا تي. نخرجوا ان كعامل مشترك باش نخرجوا نفس العلاقة اللي رانا حابين برهنوها. سي بون؟ هيا يا جماعة اللي قالوا لي عاود وصلت الفكرة؟ حنا مرة نعاود ونعاود إن شاء الله بعد منكم ما يتقلقش بهذه المعاودة هذه. معليش بما أننا في جماعة لازم كل يعني كل إنسان عندها سرعة البديهة نتاعها. بون سي بون كملنا مع هذه بيناها. الآن كون راح نرسمو المنحنى ولا يعطيهني هو راح يجيب هذا الشكل هذا. الى فرضنا باللي عدد الانويه نتاع اليورانيوم راح يهبط مع الوقت كيما هكذا نتاع البلومب المتشكله راح يطلع كيما هكذا. هذه النقطه هذه هي تي ان دومي يا جماعه. ممكن نقدو حتى نبرهنوها هذه. على كل ان بي بي وهذيك اللي راه بالوردي ان يورانيوم صاي نقطة التقاطع نتاعهم هي تي ان دومي. صاي نكمل. استاذ تي ان دومي ديما نشوفوا عدد الانوية تاع ان زيرو ونقسموها على اثنين. وا دائما. ومن بعد نديروا الاسقاط. وا ديروا اسقاط. بعض الاحيان ممكن ما يعطيكمش التدريجة تاع المنحنى يعطيكم هذا الرسم فقط ما يعطيكمش هنايا التدريجه مثلا ولا انا اعطيتها لكم كفكره ممكن تصيبوها في التمارين. وكيما يعطيناش هذا زوج منحنيات يعني واحد تاع المتفككه وواحد تاع لازم يعني يعطيك واحد برك فيعطينا فرد منحنى. ها اسمع لازم يعطيك ان زيرو لازم تكون حاسب ان زيرو باش تقسمها على زوج. اذا واش قال لي هنايا؟ تشتغل محركات إحدى الغواصات النووية بالطاقة الناشئة عن تحول منمدج لتفاعل يورانيوم معبر عنه بالمعادلة السابقة. أحسب الطاقة المتحررة من التفاعل السابق. راح نعود نكتبوه هنا يا. يورانيوم 238-92 تعطيني نبدي بالبلوم 206 هنا 82 زائد قلنا 8 هيليوم زائد 4 الكترونات. نورمالمون راني صحيح ياك. يجرك 6 ماشي بون يجرك 6 ماشي 4. الان دائما اولي بيري واش تساوي دلتا ام؟ قلنا كي تكون في اولي بيري يعني المحرره لازم لي قيمه مطلقه في سي مربع. ممكن البيان الأستاذ كيقول لي منحنى ماشي واصل الصفر.
صح، دائما عندكم مشكل في الهاي. اشوفوا يا جماعه، راح ندير لكم بصفه عامه باش تفهموا. شفتوا كي يكون عندي منحنى كيما هكذا، سواء من نوعها كاع في الوحدات، سواء في الوحده الاولى اللي هو المتابعه الزمنيه لتحول كيميائي، ما يهمني طالع ما يهمني هابط ما يهمني حتى حاجه. نفرضوا باللي هو جاي هكا هابط وما متوشيش، صاي ما يتوشيش هنا. شوفوا معايا، شفتوا هذه، وهذه القيمه وين يثبت. انا غادي نديرها بصفه عامه ا، ما يهمنيش كاع واش يكون هنا. هذه ا يسميوها انيسيال، وهذه ا فينال. شفتوا باش تعرفوا هنايا زعما تي ان دومي كيفاش ديروا؟ دائما المجموع نتاع هذا زائد هذا مقسومه على اثنان، يعني ا فينال زائد ا انيسيال مقسومه على اثنان. وكنجيو نطبقوه في اللي حنا نعرفوه، مثلا كيما هذا راه هابط حتى الصفر. واش هي ا فينال هنا في هذه الحاله؟ صفر زائد ا انيسيال هي نفسها ان زيرو مقسومه على اثنان، وحنا نحفظوا مباشره ان زيرو على اثنان. نفس المبدا كون يكون طالع، هذه وين يثبت؟ هذه هي ا فينال، وين يبدي؟ هذه هي ا انيسيال. بصفة عامة هذاك الأ ما تفهموش، يعني أنا أعطيكم حاجة أ، تخيلوا هذا الأ حتى هنا شجرة ما يهمنيش، صحيح؟ باش هكا تديو فكرة، صحيح؟ وصلت الفكرة اللي سألني؟ ممكن يكون البيان منفصل، صحيح؟ نكملوا يا جماعة؟ نعم تفضل تفضل. أستاذ كيما يكون كيكون البيان بدلالة عدد الأنوية والمنحنى ما يهبطش حتى للصفر، يعني كما درت لنا دروك معناتها ما تفكتش جميع الأنوية، يعني مازال مازال باقي يعني. صح. وطبقوا نفس المبدأ هذه، دائما النهائية ناقص الابتدائية على اثنان في أي منحنى يعطيكم، خاصة دوك تلقاهم في الكهرباء. الكهرباء دي فوا يعطيك منحنى هكذا عوجية كيما هكذا، صحيح؟ إذن حساب الطاقة المحررة قلنا أوليبيري هي دلتا أم في سي مربع، هنا لازمني قيمة مطلقة. قلنا دلتا أم وش هي؟ دائما بديو بها جماعة باش تجيني ساهل. دائما فينال ناقص إنيسيال، يعني أم الكتلة تاع البلومب زائد 8 تاع الهيليوم زائد 6 تاع الإلكترون. نشوفوا حنا الا عطاني الالكترون في الحاله هذه هو عطيهاني نديرها، ما عطيهانيش يعني تهمل لان الكتله تاعها صغيره بزاف. ايه عفوا نسيت، ناقص الكتله تاع اليورانيوم لانها هو هنايا في البداية. هذا راح يخرج لكم بالناقص ما يهمش، علاش؟ لان من بعد كي راح نعوض في اوليبيري راح نديرها بالقيمه المطلقه ناقص. ما تنساوش تضربوا 931.5 وكتبوا هذه الكتابه اللي راني نكتبها، من بعد عاد تضربوا في سي مربع، خاطش هذا التحويلة كنتيجة نهائية مباشرة تعطيكم بالميجا إلكترون فولت. قالكم حولوه للجول، عندكم انتوما 1 ميجا إلكترون فولت شحال تساوي 1.6 في 10^-13 جول. لقيتوا مثلا فرضوا هنا بلي لقينا 22 ميجا إلكترون فولت، نحب نحولها للجول، هاي نكتب هنا 22 ميجا إلكترون فولت، هنايا شحال ماشي معلومة. إذن راح تعطيني دائما هذا في هذا مقسومة على هذا، كي نضرب هذه في هذه راح نحولها للجول، وراني حولتها للجول بلا ما نتعب. خاطش علاش؟ كون تحسبوا هذا بالكيلوغرام ومن بعد تضرب في سي مربع شوية صعيبة. فيا جماعة مع التمرين أستاذ لا نحولوها للجول، لا لا ما نحولوها، أنا اي انا حبيت نقول لكم استاذ خارج التمرين، انا عندي طبيعتي كيما هكذا، كي يعطيني سؤال نحب نعطيكم اونكا، يعني في حاله مائده، صحيح؟ يا استاذ عييتو؟ لا لا علاش ما عييتوش؟ سد وقتاش دير المراجعة للوحدة الأولى؟
ممكن هاد التمرين راح نفوتو غير بعينينا صح. اول سؤال واش قلنا طاقه الربط نواه واش قالني واش فهمنا هي الطاقه الهوائيه دائما نحفظ سهله هي الطاقه التي توفيرها عن الوسط من الوسط التفكيك نواه ساكنه معزوله الى نوبياتها. نعم هذاك التعريف كما نقولوا من جهه اخرى. الان وحده تفضلي. هو تفاعل ايه تاع شيل طاقه الربط النووي. لا سيبو كملنا مع الطاقه روحي هنا وحده الكتل. شوفوا شتو هذه وحده الكتل هي يعني 1 على 12 نقولوا جزء من 12 جزء من كتله ذره الكربون 12. يعني تحسبوا كتله ذره الكربون 12 وتقسموها على 12. كيفاش نديروا هذه واحد اي واش قلنا 1 على 12 من كتله الكربون 12 ذره الكربون 12. هذه الكتله هذه كيفاش نحسبوها؟ احنا واش تفهمنا يا جماعه قلت لكم 1 مول من اي ماده شحال فيها منويه ان افوكادرو صح ولا لا؟ وان ومول عفوا كميه الماده هي ام صغيره على ام كبيره نيشان. من بعد احنا بما اننا نخدموا بالكربون 12 اذا الام هذه شحال لازم تكون 12 صح نيشان اكو معاي ولا ما فهمتش قلنا بما اننا احنا رانا نخدموا بالكربون 12 والان تاعه يساوي 12 اذا حتى الام يساوي 12 لان قلنا الام لان الا واش تمثل لي بابا 12 قلنا 12 الا واش هو واش تمثل لي الا العدد عدد كتلي كتلي اللي هو ام جرونت ام سي بون. الان باش تعطيني واحد شحال لازم يكون الان 12 يعني باش نفهم 12 غرام نتاع الكربون 12 شحال فيه فيه ان افوكادرو جبناها من هذه العلاقه هذه خاش حنا تفهمنا بلي اي واحد مول من اي ماده فيه ان افوكادرو تاع يعني عدد الانويه يعني ان افوكادرو نواه. حنايا بهذه الطريقه هذه لقينا بلي 12 غرام 12 غرام من الكربون 12 يحتوي على ان افوكادرو. حنا قلت لكم واش الكتله نتاع هذه واش هي ام هي الكتله تاع نواه وحده. اذا واش لازمني باش نلقى نواه وحده واش لازمني ندير نقسم كامل هنا على ان افوكادرو. يعني الكتله تاع نواه وحده هي 12 على ان افوكادرو. فهمتوني في هذه جماعة الخير؟ فهمتوني؟ فهمناك استاذ. إيه فهمناك. إذا هاي قلنا صح فهمتوني هذه 12 غرام فيها ان افوكادرو نواة؟ إيه. فهمتوها هذه؟ صح. أنا قلنا نحتاجوا نواة وحدة. علاش؟ ان افوكادرو هو 6.23 في 10.23 نواة. باش نتحصل على نواة وحدة واش لازمني ندير هنا؟ لازمني نقسم على ان افوكادرو. باش نلقى واحد. يعني نواة وحدة. وكي قسمت على ان افوكادرو لازم حتى الطرف الاخر نقسم على ان افوكادرو. يعني نواه وحده الكتله نتاعها واش هي؟ هي 12 على ان افوكادرو. نروح لهنا لواحد اي قلنا هي 1 على 12 من كتله ذره واحده من الكربون 12. ها هي 1 على 12 الكتله تاع ذره واحده شحال لقيناها؟ لقيناها 12 على ان افوكادرو. راح نختزلوا هذه مع علي تبقى لي 1 على ان افوكادرو. ولو كان تحسبوها راح تلقاو النتيجة بالكيلو عفوا بالغرام اللي هي 1.66 في 10 أس ناقص 24 غرام. ممكن بعض الأحيان يقول لكم بينوها. إذا كتعريف لوحدة الكتل الذرية واش نقول؟ هي 1 من 12 جزء من كتلة ذرة الكربون 12 ونكتب له 1 إي تساوي 1 على أن أفوكادرو وحسبوها. أنا غير فهمتكم كيفاش جات. صحيح؟ كيفاش؟ هي وحدة؟ وحدة الكتل الذرية. يعني يا جماعة الخير واش معناتها؟ بما أن الأنوية بما أن النواة صغيرة بزاف
ما نبقاش حنا نحسبوا بالغرام، خرجوا وحده اخرى اللي تجي مليحه في لحساب الكتله نتاع النواه اللي هي وحده الكتله النوويه. كيفاش عرفوها هذه وحده الكتله النوويه؟ هي 1 على 12 من كتله ذره واحده من الكربون 12. يعني نجيبوا الكتله تاع ذره واحده من الكربون 12 ونقسموها على 12، هذيك هي نفسها وحده الكتل الذري. صحيح؟ انا دائما ذره الكربون، ولازم ذره الكربون 12 لان هذا هو التعريف، ولازم الكربون 12 ماشي 13 وماشي 14، كربون 12. بون، طاقة الربط نواة لنواة عنصر بدلالة كن، احنا نعرفوا EL واش هي، صحيح؟ هي عدد البروتونات في كتلة البروتون زائد عدد النوترونات في كتلة النوترون ناقص الكتلة نتاع واش؟ تاع النواة، تاع النواة كامل نضربوها في سي مربع. صحيح؟ من بعد احسب طاقة الربط لنواة اليورانيوم 235. اعطيني الجدول هنايا، ها هو عطيك اليورانيوم، وراه اليورانيوم ها هو، عطيك الام تاعها، نحسبوها بالطريقة العادية. من بعد كي قال لك اكمل الفراغات، هذه طاقة الربط لكل نيكليون واش هي؟ تفهمنا باللي هي EL على A مقسومة على A، EL مقسومة على A، ونفس المبدأ. خذوا شي ام هذيك الكبيرة، الأم الكبيرة هي كتلة النواة كما هنا في هذه الحالة كتلة اليورانيوم. هذا التمرين جماعة من بعد نعطيه لكم ونخليه في الجروب وحلوها. صحيح، رانا غير نتمشاو حنايا باش الفراغات سيبو. واش أم هذه؟ أم كبيرة هي كتلة النواة كما هنايا مثلا الهيدروجين 2 الكتلة تاعها أم هي 2 فاصلة. خلي الأم تاع الكتلة تجي صغيرة ما تجيش. هي بصح شوفي الوحدة هنا أو ما راش غرام ولا نورمال، راه لوجيك 2 عادي دائما تقرب ل A. صحيح، دائما تكون قريبه ل A، دائما كي تشوفوها بعيده بزاف على ال A عرفوا بلي راكو صواب، دائما تكون تقرب ل A. طاقة الربط لكل نواة يا قلنا هذه نقسموها على A، سي بون فرينا. الان باش نعرفوا شكون هي النواة الاكثر استقرارا نشوفوا الكبيره كما هنايا لوجيك مو طالع ل A. ايه بالك تخرج هذه 8.62 ربما، شوفوا انتم حسبوا وصحوا كي تكون وحدها ما عنديش باش نقارنها باش نعرفوها بلي مستقره ولا مش مستقره. انا نحسب لكم جهه الملاحظات EL على A لازم تكون اكبر من 8.3 او 7.3 او اظن 8.3. كي تكون وحدها قارنوها ب 8.3 يا جماعه، كي تكون فوق 8.3 يعني مستقرة، أما كي نكونوا نقارنوهم قولوا أكثر استقرارا، فهمتوني؟ يعني نعطيكم مثال، إنسان دائما نديروا مثال بالدراهم، إنسان عنده 50,000 وإنسان عنده 10,000، شكون نقولوا؟ نقولوا مول 50,000 أغنى من مول 10,000. إيه بصح في الحقيقة 50,000 ما راكش غني، فهمتوني الفكرة؟ إيه هذيك فقط مقارنة، أما كي تكون وحده نقارنوه ب 8.3، دوك من بعد نكونفيرمي واش 8.3 ولا 7.3، نورمالمو 8.3. نزيدو نكملو، يعني كون لقاوها أقل من 8.3 نقولو ماهيش مستقرة، ماهيش مستقرة. أما كون يقول لي قارنها بالنسبة لشيء آخر هي 8.3. هاي تحتوي على أغنية تكون فيها أكبر من 8، هي نورمالمو 8.3. حصة جاية فكروني بهذا المنحنى أسطون ممكن نشرحها لكم شرح بسيط كما هكذا باش تفهم. زيد من بعد أكمل، رانا في 5. ما اسم النواة من بين المذكور الأكثر استقرارا؟ شكون هي قلنا الأكثر استقرارا؟ هي اللي عندها EL على A الكبير، هذيك هي الأكثر استقرارا. بعد سؤال 2، أستاذ بعث لنا دا PDF، ما عنديش PDF.